سؤالي الأخير بقى، لأنه نفسي أسألك في حاجات كتير قوي. ربنا يخليك. ينفع مفاهيم ومعايير الإدارة العالمية العظيمة دي تتطبق على مؤسسات حكومية معظمنا عارف مشاكلها وعارف تحدياتها؟ يعني أنا كتير في حياتي قابلت رؤساء مؤسسات حكومية يقول لي مش عارف أشتغل، متكتف، معايا ناس مش بيعرفوا يأدوا. لما يقول لك بعد كده تاني تقولي له نقول الكلام ده في الاسم. لان واقعيا انا زي ما انت عارفه انا بشتغل كتير في عده هيكله مؤسسات، اشتغلنا كتير جدا مع وزاره التجاره والصناعه، مع وزاره التعليم، مع التعليم الفني. كم الشباب اللي داخل في الجهاز المركزي للتنظيم والاداره، اعاده هيكله هيئه التامينات، الشباب الصغير بيطلع بافكار زي الفل، والقيادات اللي عايز حاجه يعملها في ظل القوانين بيعملها. في 60 اليه جوه القوانين. بس الناس ما بتذاكرش، الناس بتستسهل. المواطن العميق اللي في النص ده لو بس يثق في المنظومه يحط كل ما عنده. لا طبعا، بالعكس انا عايز اقول لك المده اللي فاتت واللي احنا شايفينه في التغييرات اللي بتحصل في اجهزه حكوميه كتيره جدا، اسرع واكثر ثباتا واستقرارا من القطاع الخاص، ودي حاجه مبشره جدا. يعني انا اتمنى دلوقتي القطاع الخاص هو اللي توتالي شغال بدماغ الراجل الكبير. الحكومه ما بقتش كده، الحكومه بقت فعلا قيادات كتيره وناس بتشتغل وناس كتيره من القطاع الخاص المحترفين جدا. عمل مؤسسي حقيقي فعليا. يعني رغم كل الكلام المبهج المتفائل بتاعك، وده عنوان كتابك الاخير. أيوة، جميل المبهج برضه. امتى تقول مفيش فايده، هدي استماره 6 لشخص؟ استماره 6 دايما كنت بديها. وده كتابك الثاني صح؟ اول كتاب دايما حاجتين. باتاجونيا الثاني. الثاني بالظبط. الاستماره 6 اخلاقيه. لو انا في مكان بيعمل اي حاجه غير اخلاقيه يبقى انا همشي اكيد، ولو حد بيعمل حاجه غير اخلاقيه ملوش مكان وسطنا خالص. والسبب الثاني ان انا ما اكون مش قادر ادي في المكان، او الشخص ده هو احسن لعيب في الدنيا لكن لا ينسجم مع هذا المكان، مش لازم يكون وحش. وده اللي احنا بنحاول نعمل اعاده تدريب تحويلي، اعاده هيكله المؤسسه، نخلق فرص. لكن لو ما لقيناش في الاخر نقول له شكرا جزيلا، انك انت وجودك هيضرك وهيضرنا. ومش عيب يعني، تاني برجع اقول هي دي ارزاق وكل حاجه. بس وجوده في المكان بيضره وبيضرنا، ومكان كله ما بينجحش يعني. ودي حاجه ممكن، لانه انا بسمع ناس كتير يقول انا ضد قطع العيش. وقطع اكتر قطع عيش بيحصل في حته لما اسيب حد جوه، يا اما تفاحه فاسده يا اما لا ينسجم ومش بيؤدي، مش بيطلع قماش، فبيقطع عيش المكان كله. يعني في الاخر كلنا هنقعد في البيت، لكن اي حد ملوش لازمه جوه المكان بيضيعنا. كلام بيطلع قماش واقعي، بنحاول نكون واقعيين. ده حقيقي جدا.